اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ كيفكم يا حلوين؟ احنا النهارده بنعمل ايه؟ نعمل عجة. عجة، شايفين حلاوتها؟ شايفين العجة بتاعتنا جميلة جدا. انا سبت حبة كده عشان احط فيها شطة. لو عايزين تعرفوا احنا عملناها ازاي، اللي مش مشترك معانا حالا لازم يدخل يشترك ويفعل الجرس. ايوه، واللي معانا يدوس لنا لايك ويكتب لنا كومنت حلو زي. يلا بينا نشوف احنا عملنا العجة الحلوة دي قوي ازاي. يلا هنبدا. اول حاجه نحضر لها، هنحط الاول حوالي معلقتين كبار سمنه او زبده، الموجود عندك يا سمنه يا زبده. اهي يدوب بس يدوب. اهي كده، اول ما تبدا بقى تدوب هنزل بالبصل. البصل متقطع مكعبات كده، يعني انت تقطعي بصلتين كبار او ثلاث بصلات وسط، يعني مكعبات كده، بلاش فرن، يعني احسن مكعبات. وهتنزلي بيهم يتشوحوا. انا عايزاهم يتشوحوا ما يصفروش، يعني لونهم ما يصفرش. تدبل بس كده يا صبصة، بس تدبل دبل. تدبل بس، مجرد انها تدبل. حلو الاكل ده، احنا خلاص داخلين على رمضان، كل يوم نعمله ايه؟ اكل خفيفة. اكلة خفيفة، نسيب التقيل كله رمضان بقى. مجرد كده بس ما تدبل، يعني حسيتيها انها دبلت غيرت لونها، هننزل بايه؟ شوف، بمعلقتين دقيق كبار. اهي، وبرضه هتقلبيها هنا تقلبتين وخلاص. كده اهي تمام. هنزل بقى بفلفل الالوان، انا مقطعه فلفل الوان احمر واخضر واصفر، مقطعه حبه حلوين كده. طبعا تقدري تستغني عنه لو انت مش عايزه فلفل الوان، تقدر تحطي زيتون مقطع لو عندك، بس انا مش بحب نكهه الزيتون معاها يعني، بس لو انت عايزه تحطي منها طبعا ينفع يعني عادي. وهنا ده بقدونس، في ناس بتحط لها خضره، شبت وكزبره وبقدونس، انا بصراحه بحبها بالبقدونس بس. بس برضو زي ما انت تحبيه. خلاص، هي سهله قوي مقاديرها، ما فيهاش حاجه اصلا. اهي، واقلب برضو كل ده في بعضه حلو. كل ده وانت واقفه ما بياخدش وقت، 10 دقايق بتعمليها وهتدخليها الفرن. هي ليها طريقتين للسوى. هي لك كذا طريقه كمان، ها ليها ناس بتعملها بقى يعني بترتيب مختلف يعني، بس مش فارقه، هي في النهايه نفس النتيجه. وفي ناس ما بتحطش دقيق، هي عادي، هي في النهايه نفس النتيجه. ليها بقى زي ما قلت لكم طريقتين للسوى، ليها طريقتين للسوى. اول حاجه ممكن تحطيها في صينيه، يعني انا هحطها في صينيه كده، هدهن الصينيه شويه زبده او زيت، وتحطي المقدار بتاعك. طبعا لسه ما كملش ده كده، هنسيبه يهدى خالص وبعد كده ننزل على البيض. لا، وممكن تسويه زي ما بقول لكم في صينيه كده تدخليه الفرن، وممكن في طاسه زي دي، نفس الطاسه دي تكون انت عملتي الخليط بتاعك خلاص، بتحطي شويه شويه ياخد وش تحت، تقلبيه ياخد الوش التاني. بس انا بصراحه بحبه في الفرن وخلاص بخلص، يعني انتوا عارفين ان انا بحب كل حاجه سهله، مش لسه افضل كل شويه ايه اكب واعمل. صح. هي كل توابلها ملح، ادي معلقه كبيره ملح وفلفل اسود. طبعا مقدارك في الملح والفلفل ده بتاعك انت، يعني حطي ايه مقدارك. وكمون، شفتوا كنا هننسى نحط البهارات. يبقى هو ملح وفلفل اسود وايه؟ وكمون بس كده. ممكن تحطي حته مكعب مرقه دجاج، ممكن تحطي معلقه بهارات فراخ. وشطه. طبعا دي بتبقى جميله بالشطه، بس المشكله ان العيال هتاكل. صح. او لو فلفل حامي كانت تبقى جميله. اهي كده، واخر حاجه بقى نحطها الطماطم. طماطم متقشرة ومتقطعة حتت صغيرة، طماطم حوالي طماطمتين كده، طماطمتين حلوين.
هسيبه بس شويه على النار ان كله بقى ايه يطرى ويدبل ونشوف هنعمل ايه. هاي بعد ما بردت تحطي له بعد ما بردت بقى خلاص بتحطش البيض وخلاص ماشي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض بقى ايه يعني المقدار ده ياخد حوالي 4 بيضات أو 5 بيضات يجي معاكي بقى حطيه. كده خلاص حطينا البيض نقوم احنا مقلبينه في بعض. الكميه اللي انا قلتها لكم دي تاخد من 4 بيضات لـ5. انا هنا مزوده شويه عشان عامله ايه صينيتين فانا مزوده اصلا في كل الحشوه، لكن انا من البدايه قايله لكم مقدار الـ4 5 بيضات اللي هي تاكل عيله 4 افراد. كده اهي خلاص خلصت معانا. انا هحط بس نص معلقه صغيره بيكربوناتو وهحط معلقه صغيره بيكنج باودر وكده الوصفه علشان تنفش شويه فاهمه؟ ايه معلقه صغيره بيكنج باودر خلاص على كده. انا قلبت بقى البيكنج باودر والبيكربوناتو فيها خلاص هي كده جاهزه. هحطها على طول في الصينيه بتاعتي وهقسمها عشان احط حبه فيها شطه حمراء يعني. يلا بينا. هنا هو انا حطيت الصينيه الكبيره وهنا حبه هحط فيها شطه وهحط في الصينيه الصغيره. الصينيتين دهناها بمعلقه سمنه كويس قوي من جميع الاطراف كده. والفرن زي ما قلت لكم انا مشغلاه ومسخناه على اعلى درجه عشان خاطر ايه يسوي العجه بتاعتنا واحطه في الرف الوسطاني. كده هحط معلقه شطه معلقتين كفايه ولا زود؟ سلام. معقوله؟ دي كمان كانت حامل حميه المطعم. ماشي يلا ايه المشكله؟ نحط كمان معلقه. احلى حاجه الشطه فيها. لو كان عندي فلفل حامي كنا قطعنا فيها كمان. شايفين لونها بقى لونه عامل ازاي؟ احمر. وننزلها في الصينيه اللي هناكله فيها. طبعا ده مش هنقرب منها خلاص نهزها بس كده. ودي كمان كده هم جاهزين على الفرن. يلا بينا. وهنا طلعت العجه بتاعتنا شايفين بجد جميله جدا. وانا ما بحبهاش سميكه عن كده يعني عايزه اوريكم سمكها انا مش بحبها اسمك من كده. هنقطعها دلوقتي وهتشوفوا. ودي الثانيه الحاميه طبعا اللي سوسن خليتها لنا نار. واحلى حاجه تتقدم معاها بصراحه هو البطاطس والكاتشب. وانا مجهزه ده وهي مجهزه بقى علشان خاطر تدخل المعركه. يلا بينا يا سوسن ورينا بقى الحلاوه دي وريحتها بجد مش قادره اقول لكم قد ايه فظيعه بجد ريحتها قلب الدنيا. خليها قطعي. يلا قطعي. سوسن عملت لنا ورده كده شايفين جمال الورده سخنه. يا سلام يا سلام سلام. شايفين سمكها؟ ثانية سسوانتي شايفين؟ جميلة جدا. شايفين الحركات والسوى والريحة ومش قادرة أقول لكم كمان هتبقى طعمها إزاي. ودي بقى نقدر نقطعها عادي مكعبات اللي إحنا بنحبها يعني اللي هي معروفة عن العجة وسوسن كمان شكلتها لنا. يا سيدي فظيعة بجد فظيعة. اهي شايفين 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 سمكها. انا ما بحبهاش تخينة عن كده بصراحة ولون سواها بجد جميل جدا جدا. هندوق دلوقتي بقى واقول لكم ايه رايكم فيها. وغير كده ان ملمسها هوا هوا يعني خفيفة قوي 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 يعني. ندوقها بقى. طبعا دي انا باكلها بالعيش انا بحبها جدا جدا بالعيش بصراحة. عشان هدوق لقمه كده نوريها لكم. شايفين شايفين اول ما قسمتها دابت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش قادره اقول لك قد ايه حاميه. حاميه نار والله يعني. تخيلي انا اقول لك حاميه تبقى هي عامله ازاي. حاميه نار نار بجد.
جميله قوي 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 قوي. بس عايزه ادوق بقى حتى من مش الحاميه عشان استطعم طعمها، معلش انا اسفه. قطعيها لي صحه وعافيه يا رب. ما حكيت لك ماشي. هي طريقه قوي قوي، حاسه كلام شيء القطر جاتو. اه بصوا واو سيدي نور مراتي والشوكه. مظبوطه قوي بجد، مظبوطه جدا جدا. عايزاكم كلكم تجربوها، تستاهل حلوه في يومين رمضان ده. كل سنه وانتم طيبين. محتاجين اكل سريع كده، مش عايزين يعني ان احنا نكلف كتير بقى، نسيب التحويشه الشهر لرمضان. فالاكله دي حلوه جدا جدا باربع بطاط، هتاكلي انت واسرتك العجه. جميله جميله جميله، اعملوها وجربوها. اعملوها بنفس الطريقه، عن جد كانت بتجنن، تحفه طيب كده كتير. والله جميله جدا ما كانت يعني. احنا هلا يعني احنا دلوقتي لسه هنسمي. فيا رب يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم، ومن هنا لرمضان هنعمل وصفات خفيفه كده. احنا مش هنعمل يعني اكل دسم يعني، برغم ان احنا ناويين نعمل برضو ورق عنب يعد يوم في النص ان شاء الله. ونشوفكم في وصفه جديده سوريه مصريه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. هنبلش بالاكل، يلا بينا ناكل.